يستطيع التسجيل، ولكن هنا بانتظار يصير بهدف مقابل لا شيء. الجيل يقدم كرة حلوة في بداية الشوط الثاني، وحتى هذه الدقيقة، الدقيقة 60 من زمن المباراة، تلعب الكرة تعود في منتصف الملعب عالية، شوف مقطوعة وصلت ليه عبد الحليم العبودي اللي بيحاول يمر، شوف مرور رائع ولكن مقطوعة، تصل سهلة ليه العجيري، عبد الرحيم بيحاول فيها إلى طلال أو حسن الغواص، حسن بيلعبها باتجاه العجيري، حلوة كرات رائعة، شوف المرور، شوف التسديدة، يا الله يا عبد الرحيم كرة حلوة.